بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا بكم أبنائي الطلاب في الصف الخامس الابتدائي في مادة الفقه. اليوم إن شاء الله سوف نأخذ الدرس الثاني في الوحدة العاشرة، وعنوانه هو أوقات النهي عن الصلاة. في الدروس السابقة تعلمنا وجوب أداء الصلاة المفروضة، وفي درس آخر تعلمنا استحباب أداء صلاة التطوع. فمتى يكون أداء الصلاة منهيا عنه؟ وما الصلوات التي تستثنى من هذا النهي؟ هذا ما سنعرفه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها: يستحب لنا الإكثار من صلاة التطوع، وذكر هنا صلاة التطوع لأن صلاة التطوع ليس لها وقت كالصلوات المفروضة، فصلاة التطوع تصلى في أي وقت ما عدا أوقات النهي. فالصلاة من خير الأعمال التي يفعلها المسلم، ولكن هنالك ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن صلاة التطوع. ما هي هذه الأوقات؟ 1- من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح في رأي العين، وذلك بعد ربع ساعة من طلوعها تقريبا. الوقت الثاني عند توسط الشمس في السماء حتى تزول، وهو قبل وقت صلاة الظهر بعشر دقائق تقريبا. 3- من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. نعيدها سريعا: من بعد طلوع صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وذلك بعد ربع ساعة من طلوعها تقريبا. 2- عند توسط الشمس في السماء حتى تزول، أي قبل وقت صلاة الظهر بعشر دقائق. من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذه الثلاث أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها صلاة التطوع. نشاط رقم 1: بالتعاون مع مجموعتي أصنف الأوقات الآتية إلى قسمين: أوقات ينهى عن الصلاة فيها، وأوقات لا ينهى عن الصلاة فيها. الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها هو قبل أذان المغرب، بعد صلاة العصر، بعد صلاة الفجر، قبل أذان الظهر، قبل شروق الشمس. أوقات لا ينهى عن الصلاة فيها هي قبل أذان الفجر، قبل صلاة العصر، بعد صلاة العشاء، وسط الليل، بعد صلاة الظهر. طيب، ما الحكمة من النهي في هذه الأوقات؟ حتى لا يتشبه المسلمون في صلاتهم بعباد الشمس الذين يتحرون الصلاة في هذه الأوقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحكمة من النهي: فإنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان. ما معنى قرني شيطان؟ هنالك شروحات وأقوال كثيرة، أرجحها هو قول النووي وغيره أن الشيطان يقابلها أو يحاذيها بقرنيه، أي جانبي رأسه، عند طلوعها وغروبها، لأن الكفار يسجدون له حينئذ فيقارنها ليكون الساجدون لها كأنهم ساجدون له. أيهما جيم أيهما أطول بالساعات: وقت النهي في فصل الصيف أو في فصل الشتاء، ولماذا؟ في فصل الصيف لطول الفترة ما بين صلاة العصر والمغرب، فنعلم أن في الصيف يطول النهار ويقصر الليل، فأطول وقت النهي هو من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب. طيب، ما هي الصلوات التي يجوز لك أن تصليها في أوقات النهي؟ قضاء الفرائض الفائتة: إذا فاتك فرض سواء فاته بسبب نوم أو نسيان، فإنه يجوز لك أن تصلي
هذا الفرض. فمثلا كمن نام عن صلاة العصر واستيقظ بين العصر والمغرب وهو وقت نهي، فله أن يقضي صلاة العصر في وقت النهي. طيب، الصلاة ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الجنازة وركعتي الطواف وصلاة الكسوف، سميت صلاة الأسباب لأنها إذا وجد السبب يجوز له أن يصلي، فحين دخوله المسجد يجوز له أن يصلي تحية المسجد، فإذا لم يدخل المسجد لا 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 يلزمه أن يصلي ركعتين تحية المسجد. صلاة الجنازة أيضا هي من صلوات الأسباب، لأنه إذا وجدت الجنازة وجدت صلاة الجنازة، وإذا لم توجد الجنازة فصلاة الجنازة ليست موجودة، وهكذا. نشاط رقم 2، دخل فواز المسجد لصلاة الفجر والإمام يصلي الفجر، يصلي سنة الفجر ثم يدخل مع الإمام، أم يكبر ثم يدخل مع الإمام ويصلي سنة الفجر بعد الصلاة؟ يكبر طبعا، الإجابة يكبر ثم يدخل مع الإمام ويصلي سنة صلاة الفجر بعد الصلاة. صفحة 66، التقويم هو واجب يحله الطالب بنفسه. وإلى هنا ينتهي معنا منهج الفقه للسنة الخامسة الابتدائية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.